السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه شيوات مختاره. الوصفه ديالنا اليوم تشيز كيك لوتوس المشهور، من احسن وافخم انواع التشيز كيك اللي ممكن تذوقوا. كيجي راقي والمذاق ديالو خطير ومميز. تقدموه لضيوفكم بوجهكم احمر، وحتى ليكم ولوليداتكم تمتعوا بالمذاق ديال الكريمه والقرمشه ديال البسكويت اللي فيه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، غادي تشوفوا كيفاش كيتحضر بسرعة وبطريقة سهلة. ودابا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. في لاباز ديال البسكوي غنحتاج هنا هاد البسكوي، خديت هذا لوتوس، وعندي هنا واحد 85 غرام ديال الزبدة، غندوبها ونرجع. الزبدة هي هنا دوبتها، خديت هاد الهشوة كنحاول نحط فيه هاد البسكوي. غنخلي هنا واحد جوج ديال الحبات ديال البسكوي على جنب، وغناخد الباقي وغادي نحاول نطحنو في هاد الهشوة. الباكية فيها 250 غرام. البسكوي ديالنا ها هو تطحن مزيان. غناخد هاد الزبده وغادي نزيدها هنا. قبل غناخد واحد جوج معالق غنخليهم على جنب. غنحتاجهم في التزيين، وغناخد هاد الزبده اللي عندي هنا وغادي نحاول نخلطها معاه. الخليط ديالنا كيولي بهذا الشكل. خديت هذا المول ديال السيليكون، درت فيه هنا واحد بابي ديال لاكويزين، ودابا غنحاول ندهنو بالزبده. درت غير هاد الزبده اللي بقات لي هنا في السلافه، غناخد هاد البسكوي اللي عندي هنا وغادي نفرغو في هاد المول. غنحاول نإيطالي هاد البسكوي.
كديت هنا مزيان هاد البسكوي في المول. دابا غناخدو غنحطو في المجمد واحد ساعه المكانه. لا كريم غنحتاج هنا عندي هنا هاد الجبن كريمي، عندي هاد الباكيه فيها 200 غرام وهادي فيها 150. عندي هاد الزبده ديال لوتوس غناخد منها واحد 250 غرام. عندي هنا جوج باكيات ديال الشانتيي غندير معاهم، خديت هنا جوج كيسان ديال الحليب، تقريبا واحد 300 مليلتر ديال الحليب. غناخد هاد الحليب وهاد هاد الشانتيي غنديرهم في الكونجيلاتور واحد شويه، خصهم يكونوا باردين مزيان. خديت هنا الميزان غنعبر واحد 250 غرام ديال هاد زبده اللوتوس. عندي هنا 250 غرام. هادشي اللي بقى هنا غنخليه باش ندير به لا ديكوراسيون في الاخر. خديت هنا الزبده ديال اللوتوس غنزيد عليها دابا هاد الجبن اللي عندي. انا ما درتش هنا السنيده السكر، ديتو السكر كلاصي، ولكن اللي كيبغي الحلاوه بزاف يديرو. حتى الاخر عاد غادي نذوق ونشوف. نخلط هاد العناصر مزيان مع بعضياتها. ودابا غندير بالباتور. الخليط ديالنا كيكون بهذا الشكل. وضعت هذا الخليط على جنب وخرجت الحليب من الكونجيلاتور، هو هاد لي ساشي ديال الشونتيي. ديت هنا هاد لو بول نخوي فيه الحليب. نخرج هاد الصحة ديال الشونتيي. خديت هاد الطراب وغنبدا نطربو بشويه بشويه، نخلط بعدا واحد شويه باش مطلعش الغبره ديال الشونتيي، وغادي نطربهم مزيان حتى طلع لا كريم. الكريم ديالنا كطلع بهذا الشكل. غناخد واحد شويه من لاكريم شونتيي نخلطو مع هاد الخليط ديال اللوتوس.
غنخلط مزيان هاد العناصر حتى يتجانسوا. الخليط ديالنا هو هذا، كيجي بهذا الشكل، كيجي خفيف. خرجت لاباس ديال البسكوي من الكونجيلاتور هي هذه، دابا غنفرغ فوق منها هذا الخليط. غنحاول نقادو مزيان هنا، قديتو بهذا الشكل. دابا غناخدو وغنديرو في الكونجيلاتور، غنخليه تخليه من 6 حتى 8 السوايع. انا غنخليه ليله كامله، انا دابا الليل، حتى الصباح عاد غادي نكمل التزيين ديالي. خليت تشيز كيك ديالي بات ليله كامله في الكونجيلاتور، دابا غننتقل باش ندير لا ديكوراسيون. خديت هاد لا كريم ديال لوتوس، بقى عندي فيها واحد 150 غرام، غناخذها وغنديرها في باه ماغي باش ندوبها. هاد لاكريم درتها في بان ماري، كيف كتشوفو كتولي ليكيد. دابا غنمشي نخرج تشيز كيك من الكونجيلاتور. خرجت تشيز كيك ديالنا من الكونجيلاتور، كيكون بهاد الشكل. انا مغنحيدش ليه دابا هاد المول حتى ندير ليه لاكريم الفوق. غناخد هاد لاكريم غادي نحاول نفرغها بحال هكذا. خصني نزرب حيت متلج، باسكو في لا كريم كتسكت. غنحاول نقاد هكا بالسباتول، كيف كتشوفوا لا كريم دغيا كتكرم. درت واحد لاستوس باش نقاد هاد السطح ديال هاد تشيز كيك. خديت هنا الماء طايب كندير فيه المعلقة حتى كتسخن مزيان، كنمسحها وكنبدا نقاد بها هاد لاكريم. كنشفها مزيان بالفوطه وتنمشي نقاد هاد لاكريم.
تشيز كيك ديالنا نحيته من المول كيتحيد بسرعه. خديت هاد السيبور غنزل فيه تشيز كيك ديالنا. خديت هنا داك البسكويت اللي كنت خليت الطحون وغنحاول نديكورو بيه هنا في الجناب. لا ديكوراسيون كتبقى على حساب كل واحد كيدير الديكور اللي كيعجبو. انا غندير غير هاد البسكوي. اللي بغى يدير دي غوزاس بلا كريم بشونتي ولا شي حاجه يديرها. انا غندير ديكوراسيون بسيطه. هذا هو تشيز كيك ديال لوتيس وهذه الطريقه التقليديه باش كيتقدم. كنتمنى تجربوه لانه كيجي خطير في المذاق وراقي في المنظر، وكيف شفتوا كيتحضر بسرعه والمراحل كلها مشروحه بتدقيق. الا تبعتوها غادي ينجح معكم 100%. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. وكيف ديما قناه شيوات مختاره كتقدم لكم وصفات سهله التحضير بمكونات بسيطه وموجوده في كل بيت.